وذكر حجاج إفريقيا خبر فتح الأندلس. كان ولي إفريقيا للخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير قد أرسل سرية استطلاع بقيادة طريف بن مالك إلى الأندلس، فعرف أخبار وأحوال الأندلس، ثم كلف مولاه طارق بن زياد بقيادة حملة بحرية لفتح الأندلس. فأبحر طارق من ميناء طنجة ونزل عند جبل طارق واستولى على الجزيرة الخضراء، ثم التقى جيش الإسبان بقيادة رودريق بمعركة وادي لكة، انتهت بهزيمة رودريق وسحق جيشه.